انا يعني متفق ان هما كانوا حماسيين اكتر شويه، وبالذات كمان حماسهم زاد لما لقوا انه جابوا جون وان يقدروا يكسبوا النادي الاهلي النهارده. يعني في فرصه مع احساسهم بالمباراه، ما اللعيبه برضو انت اللعيب ذكي، هو احساسه بالمباراه والحاله اللي فيها اللخبطه بتاعه النادي الاهلي بالذات الشوط الاولاني وجاب جون، يقول لك طب انا ليه ما كسبوش بقى، ده في فرصه اهي. التعديلات اللي حصلت الشوط الثاني بالذات بنزول ديانج واحمد عبد القادر عملت حيويه ونشاط، في تماسك شويه في نص الملعب لما نزل ديانج جنب مروان عطيه، الجبهه الشمال اشتغلت كتير قوي غير الشوط الاولاني من دبيس وطاهر، كانت جبهه نايمه خالص جبهه الشمال. لما نزل احمد عبد القادر عمل حركه الناحيه الثانيه لما نزل حسين، لكن زي ما انا قلت لك عادي جدا ومتوقع انك ممكن تخسر مباراه في الموسم وده طبيعي وانت واخد البطوله. بس انا قلت لك الحاجه الوحيده اللي انا بالنسبه لي مستغربه، طالما انت بتدور على نتيجه ومكسب انا بطلع راس الحربه الاساسي مش او شبه الاساسي لانه هو كهربا اللي بيلعبه، حتى لو انا مش موفق قوي بس لسه 25 دقيقه ممكن بالضغط بتاع حسين الشحات باحمد عبد القادر وانا موجود يمكن بقول لك بتبقى ليها رؤيه مدير فني وجهه نظر مختلفه تماما ماشي يعني ماشي. ما انا بقول لك انا مش انا اللي بسوق الموضوع ولا انا، احنا بنحلل المواقف اللي احنا شايفينها. فانا اقصد انك انت جبت واحد زي رافت خليل لعبته راس حربه وهو اساسا ما بيلعبش ده في المكان ده كتير، يعني انت منزله وبتاع متحمل انه يلعب في المكان ده وهو يبقى بس. فانت من التشكيل الاولاني ومن الحاجات اللي حصلت في التغييرات في بعضها توقع انك ممكن تخسر، يعني مش مستغرب انك انت ممكن تخسر من بيراميدز، وهو عنده تصميم او هو بيلعب بشكل فرقه الى حد كبير فيها عناصر اساسيه كتير وفيها ثبات، فهارد لك وعادي